هذان الشهران شهر جمادى الأولى والثانية ينبغي أن نجعلهما للعمل الشعائري والعمل الثقافي حول الصديقة الكبرى. ما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا إحياء هذه القناة. الإحياء يمكن أن ينتظم تحت عنوانين. العنوان الأول الإحياء الشعائري. الإحياء الشعائري كيف يكون؟ يكون بلبس السواد في الأيام الفاطمية. الإحياء الشعائري يكون بتسيير المواكب، الحضور في المجالس التي تقام، هذا مهم جدا، نوع من الإحياء. إقامة المجالس في البيوت، هذا مهم جدا، أي واحد يتمكن يقيم. العنوان الثاني الإحياء الثقافي. الإحياء الثقافي مهم جدا. طبعا أكو تداخل فيما بين النوعين، نوع من التداخل، ولكن هما ماهيتان طبيعتان. الإحياء الثقافي يعني كتابة الكتب حول الصديق الكبرى، كل واحد يتمكن يكتب كتاب، هذا النوع من الإحياء، وهذه تكون وسيلة من وسائل الشفاعة يوم القيامة إن شاء الله.